دور القطاع الخاص ومراكز البحوث في خدمة الفلاح. الفلاح هو الطرف الأضعف في المعادلة. الفلاح بنقول له اطلع اشتغل، بيطلع اشتغل، بيشتغل في الأرض السمراء وشاطر جدا، بس محتاج الناحية العلمية. الناحية العلمية إن هي بتقدمها له مراكز البحوث والشركات الخاصة. مراكز البحوث يا دكتور توحيد عندكم في مركز البحوث الزراعية أو في صندوق الموازنة، إيه الدور اللي أنتم بتعملوه وبيحس بيه الفلاح؟ الدور اللي احنا بنقدر نعمله في حدود امكانياتنا ان احنا بنطلع المزارع، بناخد عينات تحليل، بنحلل، بندي توصيات سواء بالتسميد سواء بالمكافحه نيماتودا او ده اللي احنا بنقدر نقوم بيه. ده بشكل فردي؟ ما هو بشكل فردي. بشكل فردي في حدود امكانياتنا المتاحه. حدود امكانيات مركز البحوث ولا صندوق الموازنه؟ صندوق الموازنه. صندوق الموازنه. طب بتنزلوا بكام يعني؟ نقول كم ندوه عملتوها على مدار السنه؟ لا، الندوات دي موضوع تاني، لان الندوات دي بيبقى ليها في الميزانية بند، يعني بتبقى صعب على استحياء شوية. على استحياء على يعني استحياء انا اشيل الاحراج يعني من عليك. مفيش امكانيات يعني امكانيات ما تيسر غير متاح ما تيسر. طيب انا في معلومة خطيرة في الفاصل دكتور محمد محمود قال 90% من الاسمدة والمبيدات من المبيدات الموجودة في السوق غير مسجله، وزاره الزراعه ما تعرفش حاجه عنها. في القرار اللي طلعوه الفتره اللي فاتت مطبق المبيدات، على اي اساس اخترتوا الناس دول؟ اديته كام مرتب؟ اديت للولد اللي رجيه هناك المهندس اللي انت نزلته مطبق مبيدات عشان ينزل يفتش، ايه المرجعيه العلميه بتاعته؟ بتديله مرتب كام؟ 2000 3000 جنيه؟ طبعا ليهم كل الاحترام عندي، لكن النفس اماره بالسوء. ازاي انا هروح افتش على محل بتاع مبيدات وانا باخد 2000 3000 جنيه وممكن المحل يعرض عليا في المره الواحده 1000 جنيه؟ معنى كده اما تقوليش بقى ده قديس، لا ده هيعمل، لا 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 لا، بفتح باب للفساد. طب ليه ما افتح الابواب الشرعيه زي ما الدكتور محمد محمود ما بيقول؟ انا لما بروح بدخل على لجنه المبيدات علشان يعني اخد حاجه واحده اللي هي اسجل مبيد على نبات على قفا ب 6000 دولار، لو حبيت ازود تاني 6000 دولار تاني. طب ما نفتح البيبان وناخد الفلوس دي ونعمل بيها اجهزه على المنافذ. ليه؟ علشان الشيطان بيكمن في التفاصيل. التفاصيل دي اللي ناس كتيره بتغتني منها. اللجنه مقفوله على نفسها، بقول هذا ملف افتخر انني هكون اكتر واحد بيفتح الملف ده وبنجهز له بقالنا فتره طويله. ليه؟ طالما الحلال باين والحرام باين، ليه بتجبرني على الحرام؟ طب ما تفتح وندخل الفلوس دي للدوله. وزي ما الدكتور محمد محمود قال كلمه جميله قوي، قال الاماكن المرجعيه اللي القانون والدستور بيقول علينا تابعين ليها اقرت، واحنا هنبقى ملكيين اكتر من الملك؟ ارجع تاني اقعد 3 سنين 4 سنين وتاخد مني 6000 دولار على الحاجه الواحده؟ طب ليه؟ طب ما المفترض ان اول ما اجيب لك وعندك ما يفيد الجارانتي اللي انا جاي بيه من بره تمام بتديني موافقه، ولا ايه؟ ولا حاجات بتشتغل للاهواء؟ ولازم برضو يكون في مسؤول قوي. الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعه، اين دورك من لجنه المبيدات؟ قولوا لي اعضاء لجنه المبيدات هل هم دول انزلوا ولا مين؟ هل الناس اللي موجوده هناك ولهم كل الاحترام عندي وكل من يرد اسمه تلميحا او تصريحا في هذا البرنامج له حق الرد، قولوا لي ايه المؤهلات العلميه اللي تخلي واحد بقاله 12 سنه في اللجنة، واحد بقاله 17 سنة في اللجنة، قولوا لي ايه؟ هو اينشتاين ولا ايه بالظبط؟ هل مصر عقمت من رجال يعملون في المجال الزراعي عشان يدخلوا اللجنة ويتغير الاليات بتاعتها؟ اين مجلس النواب؟ اين لجنة الزراعة؟ ليه؟ طالما ان انتوا بتقفلوا طريق الحلال يبقى الحرام هيشتغل. 90% زي ما الدكتور محمد قال من المبيدات الموجوده في الاسواق المصريه خارج سيطره وزاره الزراعه بنسبه 90%، ولا انا غلطان؟